جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني اللي بتنعقد لمناقشة بعض القضايا أبرزها الحبس الاحتياطي جلسات في غاية الأهمية بتستهدف بشكل مباشر مصلحة المواطن وتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير. جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني اللي بتنعقد لمناقشة بعض القضايا أبرزها الحبس الاحتياطي دي جلسات هامة جداً وبتلبي رغبات المنظمات الحقوقية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اللي طالما طلبت بأهمية إجراء الحوار المجتمعي مع المنظمات الحقوقية والكيانات الغير حكومية المعنية بتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام. كمان التوصيات اللي هتخرج من الحوار المجتمعي اللي بيدار تحت مظلة مجلس أمناء الحوار الوطني هامة جداً وبمثابة خارطة طريق من خلال رفع التوصيات الصادرة عن هذه المناقشات للسلطة التشريعية المنوطة لإدراجها في القوانين اللي بتحسن من حالة حقوق الإنسان بشكل عام. هنلاقي القوانين دي هي الثقافة الجديدة اللي أقرتها الدولة منذ بداية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وأعلنت فيها إنه لن يتم إصدار قوانين جديدة خاصة بتحسين حالة حقوق الإنسان إلا من خلال الأخذ بتوصيات المجتمع المدني متمثل في مجلس أمناء الحوار الوطني والمنظمات الحقوقية المعنية بهذا الشأن. لو بصينا هنلاقي مجلس أمناء الحوار الوطني أصبح في فترة زمنية حلقة الوصل بين الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة وبين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وده الأمر اللي بيجعل من المجلس أداة تنفيذ قوية لترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وبالرغم من كل القضايا دي إلا أنه لا يزال أمام المجلس تحديات كتيرة قادمة تحتاج لتوسيع دائرة الحوار، سواء كان على المستوى الداخلي من خلال التواصل مع عدد أكبر من الكيانات غير الحكومية المعنية بحالة حقوق الإنسان، والهدف من ده أن يصبح المجلس حلقة وصل هامة بين الدولة المصرية والمجتمع الدولي، ينقل فيها المجلس توصيات المجتمع الدولي بشأن حالة حقوق الإنسان بشكل سريع وفعال لضمان تنفيذها ضمن الإطار الزمني ودون تأخير وبشكل سليم يتماشى مع الضوابط الدولية المتعارف عليها.